رأي حضرتك بصراحة، إيه رأي حضرتك عن أداء وزارة الصحة؟ لا والله هي المنظومة الصحية متردية وفعلا عايزة إصلاح كامل، ويمكن ده أنا من القانون اللي كنت عايز أعمله أو اللي أنا كنت بعده لإصلاح المنظومة الصحية، لأن فعلا المواطنين بيشتكوا. يمكن أنا في منطقة شعبية إمبابة، وإمبابة دي ناس متوسطي الدخل وفعلا بيعانوا كثيرا من المستشفيات وبيعانوا كثيرا من المنظومة الصحية، وكان وأكترها زي ما حضرتك قلتي العناية المركزة. الناس مش قادرين، يعني عشان يروح يدفع 5 6 آلاف جنيه في اليوم في عناية مركزة منين وهو محتاج، وندور ما نلاقيش عناية مركزة. عنايات عندنا أسرة عناية مركزة واقفة عشان مش عارفين نشغلها. لا، فالمفروض في عندنا كمان كان مبنى في حميات إمبابة بقاله 16 سنة على 2400 متر و9 أدوار وعلى النيل وفي مكان مميز جدا وواقف مش هيشتغل. الحمد لله احنا جبنا وزير الصحة وابتدى ان هو اخيرا يعمل له 100 مليون جنيه على انه يشغله معهد كبد. وانا قلت برضك عايزه دورين فيه لعلاج الامراض، المرضى المصابين بالامراض الفيروسيه اللي هم جراحات وولادات، لانه كانوا يجوا للمستشفيات والناس ترفضهم لانهم خايفين من العدوى. فاحنا لو جهزنا لهم مكان زي ما كان موجود قبل كده قبل سنه 2002 في حميات امبابه، يبقى انا ابتديت ان انا امنع العدوى والاقي للناس دي، لانها في الاخر بعد ما بتترفض ما بتقولش، فبتروح مستشفى عام او خاص وبتضطر ان هي عدوى تنتشر العدوى. واحنا بنصرف 1 مليار جنيه كل سنه على علاج الفيروسات، يبقى انا افضل ان انا اعمل لها من اول اقفل الحنفيه بتاعتها ان اعمل مكافحه عدوى ليها. فالمبنى ده الحمد لله هيبتدوا يشتغلوا فيه، وهو وعد الدكتور هاني صلاح نصر اللي هو مدير المعاهد التعليميه، قال ان هو ان شاء الله في سنه ونص هيكون مسلمه. كان في برضك معهد القلب القومي اللي هو الجديد اللي في ارض المطار، كان واقف بقاله 6 سنين برضك ودينا ليه الوزير وفعلا ابتدى خلص خالص والمفروض يعني حضرتك شايفه ان المشكله بس في المنظومه الصحيه او في الصحه عامه، ان في مستشفيات مش شغاله ومش شغالة بالكفاءة الكافية. حتى اللي موجود مش شغال بالكفاءة المطلوبة. يعني احنا دلوقتي اللي موجود عايز تحسين وعايز جودة وعايز تحسين خدمة، لان الناس بتيجي مثلا تروح العملية العملية ابسط العمليات البواسير تبقى 3 شهور. طب وبعدين ده الراجل متألم كل يوم وما معهوش فلوس يروح بره وياخد معاه 3 شهور لقدام. فاحنا دي طبعا كلام لا يعقل، يعني واحد يبقى تعبان، واحد عنده بنشتغل طبعا ايمرجنسي بيشتغل على طول، يعني زي ده بتاع الكلام ده مش على طول، لكن عمليات فتاء بواسير مراره، والمراره ما ادراك من المها، ربنا ما يقدر على حد، وبعد ذلك ياخد 2 3 شهور. طب يضطر المريض يعمل ايه؟ يبيع هدومه علشان يروح مستشفى خاص، وانت عارفه الحاجه كلها غاليه والدنيا غاليه والناس ما معهاش فلوس. فلا بد الحقيقه من وجود حل للستة انتظار العمليات لشهور، لتحسين الخدمه في جميع المستشفيات، ولوجود ده الحلول السريعه للمنظومه الصحيه في ظل الامكانيات اللي موجوده دلوقتي الى ان يجي، لان ده لازم احضر الكلام ده من دلوقتي. حتى لما يجي يتطبق نظام التامين الصحي الشامل يلاقي الارض ممهده، يعني